أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه يا علي، فإنك ناقه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح، ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صهيب وأم المنذر، وهذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. قال أبو عيسى: وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير. حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول: إنه ليرتق فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب، حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا ابن أبي عمرو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن صحيح. والحبة السوداء هي الشنيز. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول، هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سعيد المخبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم، ولم يذكر فيه، خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال أبو عيسى: يعني السم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه، فقال: إنا نتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. حدثنا محمود، حدثنا النضر بن شميل وشبابة عن شعبة بمثله. قال محمود: قال النضر طارق بن سويد، وقال شبابة سويد بن طارق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن مدويه، حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعبي، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به الصعوط واللدود والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال: لدوهم. قال: فلدوا كلهم غير العباس. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به اللدود والصعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عباد بن منصور. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد القدوس بن محمد، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: نهينا عن الكي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي وجابر، وهذا حديث حسن غريب. حدثنا عبد القدوس بن محمد، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام وجرير بن حازم قالا: حدثنا قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار، وهذا حديث حسن غريب.
حدثنا أحمد بن بديل الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن وابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وقال: إن خير ما تداويتم به الصعوط واللدود والحجامة والمشي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدني؟ فكلهم أمسكوا. فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال عبد: قال النضر: اللدود الوجور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. وفي الباب عن عائشة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث فائد. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال: عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة.
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والنملة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبيه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وهذا حديث حسن غريب. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو أبو حاتم بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني حية بن حابس التميمي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي
حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح غريب، وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرون، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال: فأنا أعطيكم 30 شاة. فقلنا: فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء. فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال: وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية، وهو أبو بشر. وروى شعبة وأبو عوانة وهشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا: هل عندكم دواء؟ قلنا: نعم، ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال: وما يدريك أنها رقية؟ ولم يذكر نهيا منه، وقال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عيينة كلا الروايتين. وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه وقال بعضهم عن ابن أبي خزامة عن أبيه وقال بعضهم عن أبي خزامة. وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قالا حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر وهذا حديث حسن غريب وهو من حديث محمد بن عمرو ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة قال أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة قال الشنيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فيتصعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن مدويه حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة وابن عباس. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن ابنة وهب وهي جدامة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد، وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة: يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون، هو شيخ بصري. حدثنا رجاء بن محمد العدوي البصري، حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء، حدثنا ميمون أبو عبد الله قال: سمعت زيد بن أرقم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم. وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. قالت: ثم استمشيت بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، يعني دواء المشي.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء، فقال: يا رسول الله، قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال: يا رسول الله، قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه عسلا فبرأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي، حدثنا رجل من أهل الشام، أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء، فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء، فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، وإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد وأنا أسمع: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال: كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب.